ثلاث تحديات تواجه الأرشيف السمعي البصري في العالم: حجمه الضخم، هشاشته الكبيرة، والثورة الرقمية الحالية. الحفاظ على الأرشيف، تصنيفه وترتيبه واستعماله بشكل عقلاني هو التحدي الذي ترفعه مصلحة الأرشيف في محطة وهران الجهوية التي تضم في رفوفها أكثر من 5000 شريط مصور. المصلحة تقوم بجمع وترتيب تصنيف وحفظ المادة الأرشيفية للمنتجة من طرف المحطة، تستقبل دوريا ما بين 40 إلى 50 شريط في الثلاثي، يعني يوميا استعمال من 15 حتى 20 شريط يوميا بالنسبة للزملاء. إذاعة وهران هي الأخرى تحتفظ بعشرات الساعات من التسجيلات الصوتية المختلفة والتي تستعمل إلى اليوم في إثراء محتوى البرامج. كما تعلم أن الأرشيف هو حفاظ على الذاكرة الشعبية وعلى الموروث الثقافي المتوارث عبر الزمن. خصصنا حيزا برامجيا ليليا هاما للأرشيف الإذاعي في شبكتنا البرامجية العادية بعنوان من أرشيف الإذاعة، يتناول بعض البرامج ذات القيمة الفنية الكبرى. على سبيل المثال، ما تم أرشفته على مستوى الإذاعة سنوات السبعينات والستينات والثمانينات. مراكمة الأرشيف السمعي البصري تمت بشكل أساسي في القرن العشرين ومستمرة في القرن الحالي، فما هي الرهانات المستقبلية التي سيواجهها؟ من أجل الحفاظ على الذاكرة السمعية البصرية، كل ما هو محفوظ وكل ما أنتج من سمع بصري في الجزائر، يجب أولا الاهتمام بهذا الميدان ومحاولة رقمنة كل الموروث الثقافي السمعي البصري لإتاحته أو لإيجاد وسائل الاطلاع عليه عن طريق شبكة الأنترنت أو عن طريق مراكز متخصصة تسمح بالوصول إلى هذا الموروث الثقافي وتوظيفه التوظيف الحسن. الأرشيف باختلاف أنواعه ليس مقبرة للأشرطة أو الوثائق، بل هو ثروة قومية تساهم في الحفاظ على الذاكرة للأجيال المقبلة.